بدأت أتعصب قوي لدرجة إن أنا كنت بخبط راسي في الحيطة. بتخبط راسها في الحيط وما بتعرفش تسيطر على غضبها، وتعالجت عند دكتور نفسي بعد ما جالها تروما بسبب مرض والدها، الجانب المظلم في حياة أم فايا وسر الهجوم عليها في الفترة الأخيرة. اسمها الحقيقي إسراء محمد يوسف، عندها 29 سنة، معروفة على السوشيال ميديا بأم فايا، بتقدم محتوى على مواقع التواصل مع بنتها، وهي بتجهز لها اللانش بوكس للحضانة، علشان كده طلع عليهم اسم ملكة اللانش بوكس. الغريب إنها دايما بتضحك في فيديوهاتها، وكلامها كله عن الطاقة الإيجابية والتفاؤل، رغم إنها بتعاني من مشاكل نفسية كتيرة. أم فايا من الناس اللي عندها تعلق مرضي بغيرها، خصوصا والدها، لأنها بتعتبره صديقها اللي بتحكي له أسرارها وتفاصيل حياتها. فجأة والدها مر بأزمة صحية صعبة، وقتها دخل المستشفى واستمر فيها 3 شهور، ما كانتش عارفة تمسك نفسها وكانت منهارة. في الفترة دي حصلت لها مشاكل أسرية كمان وخلافات بينها وبين جوزها، ولأن أم فايا من صغرها بتعرفش تاخد قرارات لوحدها، راحت لوالدها المستشفى وقالت له عندي مشكلة وكنت عايزاك تحلها لي يا بابا. رد عليها وقال لها من النهاردة لازم تتعودي تحلي مشاكلك بنفسك. في اللحظة دي أم فايا حست إنها وحيدة وتايهة. مع الوقت أزمتها النفسية اتطورت، وبقى بيجيلها نوبات غضب شديدة لدرجة إنها ما كانتش بتعرف تتحكم في نفسها وتفضل تخبط راسها في الحيط، لحد ما في مرة بنتها شافتها في الحالة دي وهي حست بالذنب، لأن ده مشهد صعب وممكن قوي يأثر على بنتها نفسيا بعدين، فقررت تساعد نفسها وتروح للدكتور علشان تتعالج، وفعلا بدأت تتعالج وكمان تاخد مهدئات واحتمال تاخدها مدى الحياة. أم فايا بعد ما حكت قصتها مع المرض النفسي بدأ يجيلها هجوم كبير قوي على السوشيال ميديا بأنها بتعمل كده علشان الاستعطاف وتزود الريتش. تفتكروا سواء أم فايا أو غيره، هل احنا لما نطرح مشاكلنا النفسية على السوشيال ميديا ده صح؟ هل السوشيال ميديا مكان آمن لمشاركة مشاكلنا النفسية أصلاً؟